السلام عليكم. في هذا الفيديو راح ناخذ فد نبذة مختصرة عن القلب، من يعني يتكون القلب وشنو يغلف القلب. هسه أول شيء عندنا هنا بالصيغة مالت السؤال مكتوب بيريكارديوم أند هيرت. بيريكارديوم اللي هو اسم التامور أو الشغاف، هذا غشاء يغلف القلب، والهيرت عندنا القلب. يعني بهذه المحاضرة موجود عندنا غشاء القلب والقلب. أول شيء راح ناخذ غشاء القلب البيريكارديوم اللي هو قلنا إلى تسميتين، أما يكون غشاء التامور أو الشغاف، غلاف الشغاف. يقول the pericardium is a fibrous sac that encloses the heart. يقول هذا البيريكارديوم هو عبارة عن كيس ليفي يغلف القلب. هذه الصورة توضحها، هذا اللي هو صاير باللون الشفاف هذا هو غشاء التامور. And roots of the great vessels. يقول وجذور الأوعية الدموية الكبيرة اللي هي هذه، يعني هسه هو حيغلف القلب، كيس ليفي يغلف القلب وجذور الأوعية الدموية الكبيرة هذه الروت مالتها. It lies within the middle mediastinum. يقول هو يقع وين؟ بالمنتصف، يعني منتصف الجسم، هذا جسم وهذا هو صاير هنا بالمنتصف. Function of pericardium، الوظيفة مال pericardium اللي هو غشاء التامور اللي يغلف القلب، وظيفتين. أول وحدة to restrict excessive movement of the heart as a whole. يقول لتقييد الحركة المفرطة مالت القلب ككل. هسه القلب من يدخل الدم حينبض، ومرات يوصل مستوى النبض مالته عالي، يعني مثلا مرات توصل دقات القلب عندنا 117-120، وهو كمتوسط الدقات الطبيعية ما بين 80-90، او ممكن تكون 90 طبيعية، ما اعرف الضبط، بس اللي اعرفه انه نتزيد دقات القلب، القلب شلون راح يتحرك من مكانه. فلذلك انه هذا الغلاف شي يسوي؟ يقيد الحركة المفرطة مالته، restrict excessive movement of the heart. ثانيا to serve as lubricated container in which the different parts of the heart can contract. يقول يخدم كحاوية مشحمة في الأجزاء المختلفة للقلب اللي حتنقبض. القلب يتكون من 4 رتهات، هسه ناخذه بالتفصيل، انه هنا بي 4 رتهات، هنا رتهتين صغار وهنا رتهتين كبار. فهذه الرتهات تتقلص وتنبسط، فلذلك هو شي يكون حاوية مشحمة. يعني هنا هسه ناخذه بالتشريح مالته، نلقى بمثل مادة زيتية اللي تسهل الانقباض مال أجزاء مال القلب. هسه هذه بالنسبة للوظيفة والتعريف مال بيريكارديوم. هسه راح يجي فصل البيريكارديوم، يقول بجزئين، فايبروس بيريكارديوم وسيروس بيريكارديوم. الفايبروس يعني ليفي، وهنا سيروس يعني مصلي. The fibrous pericardium is the strong fibrous part of the sac. يقول الجزء الليفي انه يكون هو اقوى جزء ليفي بالكيس، يعني هالكيس مو بفايبروس وسيروس،
الفايبروس يكون أقوى من السيروس. It is the firmly attached below to the central tendon of the diaphragm. يقول هو firmly قطعا راح يرتبط من الأسفل بالوتر المركزي مع الحجاب الحاجز. هسه ناخذها نشوف شلون هذه تمثل. لا هذه هنا موجودة، هذه هنا عندنا الحجاب الحاجز وهذا القلب، فإذا أكيد من الأسفل مالته حيرتبط الحجاب الحاجز. بس شنو بالوتر المركزي مالته؟ اللي بعده يقول it fuses with the outer cut of the great blood vessels passing through its namely. يقول هو يندمج مع الطيات الخارجية للأوعية الدموية الكبيرة اللي تشتع خلاله. راح ينطيني أسماءها اللي هي الأورتا، الأورتا هذا الأبهر، والبولمينر ترانك، والسوبيريور اند انفيريور فينا كافا، اند ذا بولمينري فينز. هذه من هنا، هذا السطر الاخر سطر اتركوه يعني ما راح تفهمون تقرونه اذا ما تعرفون تشرح مالت القلب مالته، وهذا مو مهم هسه ناخذه لان راح يجينا بالشرح بشكل مفصل. اللي بعده يقول it is attached in the front to the sternum by the sternopericardial ligament. يقول هو يرتبط من الأمام للسترنوم، السترنوم اللي هو عظم القص، عظم القص هنا يصير مكانه، هذا هنا يصير عظم القص وهنا يصير الأضلاع، فإذا هو يرتبط من الأمام بعظم القص by sternopericardial ligaments بواسطة رباط التامور. إذا نشوف المصطلح هذا نقرأ sterno يدل على عظم القص، وبها الأو هذا اللي أخذناه اللي يربط بين مصطلحين، والpericardial اللي يدل على التامور، والligament فهو أكيد هذه الأربطة اللي موجودة بين من بين عظم القص وبين التامور، فمن اسمها معروف موقعها. هسه السيروس بيريكارديوم، البيريكارديوم المصلي، يقول the serous pericardium lines the fibrous pericardium and cuts the heart. يقول التامور المصلي يبطن الفايبروس بيريكارديوم، يعني يكون للداخل من الفايبروس بيريكارديوم والطيات مالت القلب. هسه ناخذ بالتفصيل وين يصير موقعه. يقول it is divided into، يقول هو ينقسم الى partial layer و physical layers، طبقة partial جدارية و physical حشوية. lines the fibrous pericardium and reflected around the roots. يقول يبطن الفايبروس بيريكارديوم، هذه الطبقة الجدارية تبطن الفايبروس بيريكارديوم وتنعكس حول الجذور of the great vessels الأوعية الدموية الكبيرة لتصبح مستمرة with the physical layer مع الطبقة الحشوية مع السيروس بيريكارديوم that closely covers the heart اللي تغلف القلب. اذا هسه السيروس بيريكارديوم بجزئين اللي هما جدارية، طبقة جدارية وطبقة حشوية. الطبقة الجدارية تكون تبطن الفايبروس بيريكارديوم وتنعكس حول الجذور مالت الأوعية الدموية الكبيرة وتصبح مستمرة مع الطبقة
الحشوية ما تصير سبيركارديو، واللي تكون كلاوزلي تغلف القلب. أما الطبقة الحشوية is closely applied to the heart and is often called the epicardium. تكون closely يعني center موجودة، رأسة موجودة مطبقة على من على القلب، وأحيانا تسمى بهذا الاسم. هذا المصطلح الثاني مال vesicular layers اللي هو epicardium. هسه هنا حيوضح بالتفصيل هذه شنو هذه المايوكارديوم. مايوكارديوم شنو المايوكارديوم؟ عضلة القلب. هسه احنا ناخذها بالقلب، يعني هذا جدار القلب، هذه عضلة مالته. هسه هذا الشيء متي من عنده، هذا خلصنا من عنده. هسه عندنا هذه الطبقة هي الفيزيكرال بيريكارديوم. شنو هو البيريكارديوم الحشوي؟ احنا مو قلنا رأساً يطبق على القلب، سنتر يكون يغلف القلب. فاذا البيريكارديوم الحشوي موجود على القلب بيناتهم. فبعد هذا الفيزيكرال بيريكارديوم موجودة البارتيال بيريكارديوم، وبيناتهم فراغ. البارتيال بيريكارديوم هذا الجداري، اذا هذا الجداري وهذه الحشوية بيناتهم اكو فراغ. هذا الفراغ، هذا الفراغ اسمه بيريكارديال كافيتي، تجويف البيريكارديال. وهنا عندنا للخارج هي الفايبروس لير. هسه قلنا البيريكارديوم يتكون من طبقتين، طبقة ليفية فايبروس وطبقة حشوية الفيزيكرا. لا، طبقة ليفية الفايبروس، والعفوا الطبقة المصلية السيروس. فهنا عندنا الطبقة المصلية انقسمت، الطبقة المصلية هذه أولا، ثانيا الطبقة المصلية هذه السيروس بيريكارديوم انقسمت إلى سيروس انقسمت إلى أي وهنا بي. يعني شنو صار عندنا؟ يعني صار عندنا بالغلاف طبقتين، وحدة للخارج وحدة للداخل، هذه كلها سيروس. السيروس انقسمت وحدة للخارج وحدة للداخل. للخارج اسمها الجدارية، واللي تكون رأسة بعد الفايبروس، واللي للداخل هي الحشوية واللي تكون رأسة على العضلة مالت القلب اللي هي اسمها مايوكارديوم هذه. وبيناتهم يكون اكو تجويف اسمه بيريكارديال كافيتي. هسه يجي يعرف البيريكارديال كافيتي، يقول the slit like space between the partial and visceral layers. يقول هو مساحة يعني شق موجودة بين الجداري والحشوي، هذول الطبقتين، طبقة جدارية وطبقة الحشوية، وضحت الثاني بالشرح. وعندنا بيريكارديال فلويد سائل بيريكارديال، يقول هو a small amount of a tissue fluid، يقول هو كمية قليلة من سائل نسيجي about تقريبا حجمه 50 ملي. normally occupy partial cavity، يقول طبيعيا تشغل تجويف البيريكارديال. act as يمثل ك lubricant vasilate، يقول يمثل ك lubricant يعني شو نقول، مشحمة أو مادة زيتية to facilitate
movement of the heart ليسهل حركة القلب. إذا هنا السائل موجود بهذا التجويف اللي هو يحتوي على كمية قليلة من سائل نسيجي اللي يكون تقريبا يمثل لنا كمادة زيتية يتسهل حركة القلب. ليش؟ لأن هنا هذا من راح يتحرك هاي المادة وإنها تجويف حتسهل حركته. أساعدنا آخر موضوع بالبيريكارديوم اللي هي الأعصاب اللي تمون البيريكارديوم. عندنا نوعين، أول نوع اللي هو فرينس نيرف أو فرينك نيرف سبلاي ذا فايبروس بيريكارديوم، تمون الفايبروس بيريكارديوم and partial layer of the serous بيريكارديوم. يعني هذا أول نوع، هذا حيمون هذا الجزء، بس هذا الجزء، هذه الطبقة. أما النوع الثاني فهي branches of the sympathetic trunks، هي فروع من ال sympathetic trunks، من جذع السمبثاوي، جذوع السمبثاوي and the fagus نعرف هذا العصب المبهم، أتوقع هذا العصب رقم 10 اللي يمون ال vesicular layer of the serous pericardium، يمون الطبقة الحشوية مات الغشاء اللي يكون مصلي مع البيريكارديوم. هذا هسه أحد يقول لي زين أنا ما فهمت هذا العصب وين صاير، منين يطلع وليش جاي هنا، وهذا العصب منين جاي، أو هذا العصب هم منين جاي وشلون شكله وين صاير. هذا اتحفظوه هسه. ليش؟ لأن حناخذه بالتفصيل بمحاضرة الأعصاب، المحاضرة الثامنة حنشرح بالتفصيل هذا منين طالع وهذا منين طالع وهذا منين طالع وشنو وظيفتهم. هسه كمادة بس نحفظ انه هذا العصب يمون هذه المنطقة، وهذا العصب، هذول العصبين يمونون هذه المنطقة وبس. هسه عنده اي سؤال او شي ما فهمه خليه يكتب لي جواب تعليقات.